السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي القناة، كنشكركم شكرا جزيلا الناس اللي تفاعلوا معنا والناس اللي شاركوا معنا في القناة، مدونا بمعلومات وكيمدونا بانتقالات بناءة في دعمونا، كنشكركم شكرا جزيلا. في هذا الإطار جاء صدفة واحد الموضوع غادي نتكلم عليه ضروري، موضوع ديال الأطفال الصغار مع جهاز التلفاز. عندنا الأغلبية ديال الطبقة ديالنا كاينة الناس كيخدمو، كاينة كتجبر الزوجة خدامة، الزوج خدام، الله يحسن العون كل لاي واحد، ضروري بنادم خصو يخدم في هذا العصر، الزوج والزوجه باش كي الله يكون هما هذا. ملي كيكون خدم الراجل مع هو المرا خدامين، يكون عندهم اطفال، اطفال صغار من 5 سنين، اقل من 5 سنوات. عندنا جوج فئات، كاين اقل من 3 سنوات وكاين فوق ما فوق 3 سنوات. اقل من 3 سنوات عندهم، هذه هي الفئه اللي كتكون اكثر تضررا، اكثر تضررا، اكد معايا اكثر تضررا بالنسبه للاشياء ديال التلفازه وبالنسبه للتلفازه بصفه عامه. كتكون انت خدام، كتجي من الخدمه عيان، الله يحسن العون، عارف كاينه ستريس الخدمه، كاينه العيا، كاينه كل واحد والمشاكل ديالو، ولكن ما خصش هاد المشاكل تاثر علينا على العلاقه بالاطفال ديالنا. الاطفال ديالنا محتاج لينا ومازال هما صغارين، خصنا نعطيهم الرعايه الكامله باي وسيله. خصك ضروري تضحي مع الابناء ديالك كيما ضحاو معاك الوالدين ديالك، انت خصك انت تضحي مع الاولاد ديالك، هذه هي سنه الحياه. كتجي انت من الخدمه، كتشعل التلفازه، كتجيب الدري صغير او البنت صغيره وكتنزلها انفاس مع التلفازه باش كتهنى شويه ولا كتنعس او كترتاح او نشوف انت كيفاش كتبغي ترتاح. ملي كتعطي تحط ديك البنت او الولد قبل التلفازه انفاس مع التلفازه، اولا الطفل ملي كيكون باقي صغير كيكون كيتلقى وما كيتفاعلش، يتلقى ولا يتفاعل، بحال يتلقى ولا يتفاعل، لانه هو ما كيهضرش ما كيعرفش، كيشوف كيبقى يشوف، كيبانوا الاشعه، كيتفاعل مع الاشعه مع الحركات ومع الصوره، الاشعه والحركات والصوره فقط لا اقل ولا اكثر. مع المده احنا عندنا اصلا الطفل عنده صغير كيكون عنده الياف، هذيك الالياف هي اللي الالياف هي اللي عفوا الالياف هي اللي كتوصل المعلومات بين اجزاء الجسم. الياف عندنا الياف في الجسم ديالنا، الجسم الدري الصغير كتوصل جميع المعلومات بين اجزاء الجسم. ملي كيبقى هو مع هذيك الحاله كتدمر له انت بهذيك الالياف، كتنقص منها، كيبقى الدري هكاك هذيك الحاله وانت كترتاح، لان يعني كنقسم على الدري كيبكي، هادي كتجيك مزيانه كتبقى ديما تجيبو تحطو وتصلو التلفازه وكتنساه واحد المده حتى كترجع عاد كتنوض. وهذا اكبر خطا، اكبر خطا ما خاصش الانسان يرتكبو، اكبر خطا اخوان ديالنا ما خصكم ترتكبو. انا غالبا الناس اللي كنعرفهم كنبقاو نناقشوا معاهم كيكون هذا هو الموضوع، كيكون انا كنجيب الدري، انا كنجيب البنت كنزل نشعل لها التلفازه، كندير لها القنوات ديال الاطفال، ما نذكروش الاسم ديال القناه لان هذه هي الحاله اللي خصنا نمشيو عليها، ما نمسو حتى شي واحد، ما نجرحو حتى شي واحد، باش نحاولو نمشيو دائما بالنصائح والمعلومات اللي كنعرفوها خصنا نمدوها للناس. حنا كنصافي للفائده العامه فقط. ملي كدير له هاد القنوات ديال الاطفال كيبقى الانسان كيرتاح كيرتاح كيرتاح، وكينسى راسو راه كيدمر، كدمر الولد ديالك براسك بنفسك، انت كدمر ولدك بنفسك. حذاري ثم حذاري، خاص بنادم يفكر في هاد الحاله، خاصكم تعاودوا النظر، كل واحد خصو يحاول يسير المشكل ديال ولادو، لان بالنسبه للخدمه ما عندناش ما نديرو، انت خدام كتجي عيان خصك تشوف حل، يا ولادك عندك كبار يا العائله يا شي حل. تدري ملي كيكبروا على الاقل من عامين ونص الفوق كتزيد، ما كتكون مازال عندهم مشاكل. ملي كيكبروا من عامين الفوق كيبقى شويه راه يتحرك، دا شنو كنديروا؟ الاغلبيه كيجي كيعطي الدري التليفون ولا كيعطيه الاجهزه الالكترونيه الطابليت وشي حاجه وكيحطو حداه وكينسى. هذاك الدري هو مازال صغير، جميع الدراسات اثبتت ان الدري ملي كيكون صغير كاين جوج، كاين حالتين، كاين التسليه الالكترونيه والتسليه التعليميه. التسليه الالكترونيه هي ملي كتعطيه هذيك كيشد هو كيبقى قاعد كتنساه انت، هو خصو ما يفوتش ساعه في الاجهزه التسليه. الاجهزه التعليميه خصو ساعتين، ما بالك الدري كيبقى 4 سوايع 5 سوايع. هذا الموضوع جاء صدفة،
ما كناش مستعد اللي بحثنا فيها مدة قليلة. المعلومات اللي عرفناها أعطيناها لكم، كنتمناكم تركزوا على هذا الموضوع ديال التلفاز مع الطفل الصغير، جزاكم الله خيرا، لأن الأطفال الصغار ديالنا راه كندمرهم، ندمرهم حنايا بنفسنا. وإن شاء الله من بعد هذه الحلقة نعاودوا، ربما نديروا حلقة إن شاء الله، إن شاء الله نعاودوا نديروا حلقة ثانية فيها بالتفاصيل الدقيقة على هذا الموضوع، لأن هذا موضوع عندنا مشكل فيه حنايا، بالأخص حنايا الناس اللي خدامين. نشكركم شكرا جزيلا، ونشكركم على التفاعل ديالكم وعلى الانتقادات ديالكم وعلى الدعم المتواصل ديالكم. والناس اللي شافوا الفيديو عجبهم كنتمناهم يشاركوا معنا في القناة ويكليكوا على سبسكرايب، وشكرا وإلى اللقاء.